باش نهضروا حنا بالفم راه كلشي ساهل صح. ولكن راه تتبع تكون في ارضيه الملعب راه منتخبات اللي هكاك راه تاريخيه زامبيا راه منتخب تاريخي في الكره الافريقيه دوزت كره اللي كبيره وكبيره بزاف كونغو تنزانيا النيجر فرق اللي فرق اريتريا هي شوف انت تعرف بزاف هما تعرفوا بزاف علينا حنا ما تعرفوا عليهم والو راه فاش تمشي واحد المباريات المشكله هي خارج الملعب الاجواء ارضيه الملعب كيف تلعب فيها بزاف ديال الحوايج خصك واحد الكونسونطراسيون لي طوطال في هذه المجموعه هذه ما خصكش كما تنقولوا تخطا في هذه المجموعه هذه الا خطاتي غتصعب عليك الماموريه فنتمنوهم الله لان هاد جوج مباريات الاخيره اللي لعبنا عطاونا دروس كره القدم وعطاو تلويد الركراكي والشارع المغربي عطاونا باننا خصنا نساو الماضي كوب دي موند درنا اللي كبير وخصنا نساو الماضي 98 درنا كوب دي موند اللي كبير ولكن الفجر الاقصائي ديال افريقيا لقينا مشكله فحنا دابا تنهضروا على الاستعدادات اللي غنستعدوا هاد المباريات هادو اللاعبين اللي غيكونوا في المجموعه في ارضيه الملعب خصنا نكونوا رجال لان ارضيه الملعب خصك تاقلم معها وخصك تهبط ماشي تبقى ديما طالع وغتعرف انك تلعب تيرانات اللي زوينين خصك تعرف خصك تجيب التاهل من اي بلاصه فشوف مجموعه قويه خصنا نقولوا مجموعه قويه تام تاهلوا ان شاء الله ومن وراها نهضروا